أذهلت طريقة هروبه العالم، وإلى الآن لم يستوعب أحد كيف هرب برغم حصاره بالقوات الأمنية. هرب الملياردير وعملاق صناعة السيارة اللبناني كارلوس غوسن من اليابان إلى بيروت، بعد أن اتهمته شركة نيسان التي كان يرأسها بارتكاب مخالفات مالية، وطلبت مثوله أمام العدالة. بدأت القصة عام 2018 عندما أوقفت القوات الأمنية اليابانية غوسن بشكل مفاجئ، ووجهت شركة نيسان إليه اتهامات بتزييف بيانات مالية، بتقليل دخله بأكثر من 80 مليون دولار، والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط. بعد فترة وجيزة تم القبض على غوسن وأمضى في السجن 130 يوماً، خرج بعدها بكفالة تقدر بملايين الدولارات، ولكنه خضع لشروط صارمة. وضع الملياردير اللبناني قيد الإقامة الجبرية في اليابان، وصدرت جوازات سفره الثلاثة، كما وضع تحت المراقبة بواسطة كاميرات تعمل لمدة 24 ساعة، ومنع من استخدام أي وسيلة اتصال، وحاصرت منزله قوات الأمن من كل اتجاه. بقي كارلوس غوسن على هذا الحال شهوراً طويلة، حتى كاد أن يجن جنونه، وعندما انهارت أعصابه وفقد السيطرة على نفسه، سمحت له المحكمة بإجراء مكالمة فيديو مع زوجته كارول لمدة ساعة كاملة. لم يكن كارلوس يحتاج لأكثر من ذلك لتدبير خطته الجهنمية مع كارول. وفي ليلة رأس السنة لعام 2020 فوجئ العالم بتواجد كارلوس في لبنان، قائلاً إنه لم يهرب من محاكمته، بل هرب من الظلم والاضطهاد اللذين وقع عليها، وإنه يعتبر نفسه ضحية مؤامرة دبرها ضده موظفو شركة نيسان للتخلص منها. كان فرار غوسن من اليابان على طريقة الأفلام البوليسية الخيالية، إذ قام بدعوة فرقة موسيقية محددة إلى منزله بعد توسله للحصول على موافقة الأمن، وبعد انتهاء العرض أخفى نفسه داخل صندوق كبير للآلات الموسيقية وسارع للفرار إلى المطار. وصل غوسن بطائرته الخاصة أولاً إلى تركيا، ثم هبط في لبنان، وبمجرد إعلان تواجده في بيروت وضع اليابان وأمنها في موقف حرج للغاية، خاصة أنها لم تعد قادرة على استعادته لعدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بينها وبين لبنان. بالرغم من أن المسؤولين في لبنان يؤكدون أن غوسن وصل بلاده بشكل قانوني تماماً، إلا أن اليابان تكذب الرواية وتقول إنه وصل بهوية مزورة، وإن السلطات متواطئة معه، خاصة أنه يحظى بشعبية هائلة هناك لدرجة وضع صورته على الطوابع البريدية افتخاراً به. كان غوسن قبل قضيته يعد بطلاً خارقاً في اليابان، وواحداً من أبرز 50 رجلاً في عالم السياسة والأعمال، إذ يحسب له أنه أنقذ شركة نيسان من الإفلاس في عام 2000 بإنهائه 20 مليار دولار من الديون خلال 3 سنوات، وهي معجزة في حد ذاتها، كما أنه قاد تحالف عمالقة شركات السيارات رينو ونيسان وميتسوبيتشي لسنوات طويلة. شاركنا برأيك، هل تعرض كارلوس غوسن للظلم فعلا في اليابان، أم أن هناك لغزا ما في القصة؟